الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله إلهي ما كنا هذين إلى مساجدك جامعة إن قصوا كل مي والله كل جين وحن دوننا ما ركتان إلهينا ندوان أئمتنا يا علمتنا أخيارتا إن خيرك بدل لي مساجدك إن قصوا دويسي يا مجمعنا بركيسا كينا هلا يا كينا لا هلا يا إنت نبوح نبحنا إلهينا ندوان إن إلهي ودوانو وأنا خيرتنا ودي أرجعونو وأنا دويتنا كقاعدنا دين دين وحنا هينك كقاعدة أو خسارة نقولش أدوية دوي بلا أن تأوينا دماتا إلما تشي هذا مقاشن نقولش أدوية دايا أو بلا بتي هبلو دين تهذا مقاشن نقولش أدوية دايا كدمات آخرتنا وعي بلا أن تأيا يدو دمات ماله هذا مقاشن هبلو دين تي نقولش أدوية دايا كدماتي آخرتي وينك بنيت بانو بلا أن تي هبل باقو أينا كمر كان مقال مر كابو حال إسويديا دادي أدوية محوكة تجي عالم كا سمد ودد خلقك كنا لملائكتنا وحي سويديان هبل محاك سوهرهي إنكو مركي بوحان سويدين إن أمركان مقال هبل باقو أي محوكة تغي لكن ملائكت وحي سويدين يان محاك سوهرهي نبينا عليه الصلاة والسلام وكي نوش إغي لها ميت كمرك الله قادة يبو نبي وليه دكت الله سارتو إن عشق الله سارو نفت الله سيوه ده حديه نفو ناكسن وإلهي تقانا وأدون كدو شهد إلهي أمر كي سقادته حتى يهيدنا وحي إلى دهي أنو اللي باني هوري إيجي يبا إلى ده قبر إيجي هوري إيجي دهي هذه نفس الله سيوة أي هيد نفس بأن وحن ومجرمة ودن ببادن وشر بادن حتى يهيدنا وحي إلى دهي تنوي خسارتي هالكيبات قوة دان هذا لك النفس تاسي أي إلى دهي عد كست أي مقلي سبو رسولك يدي إلا جنك يئنس قوم بانا مقلي هذا اللي بدأ لما قشين لها نددكو اسمي آسين ويأرقق لها ينبو نبي قد عليه الصلاة والسلام ما انتوا أدو يبري وآخر ويان ما لنبو نبي قد أرخي صحابة دي سيك ومال فردي وشاكي سنايا لأن صحابة بشر بيها يان عبد الله بن عمر بن الخطاب بالقو يري أصحاب النبي محمد من قسل جرين هاو قسل جرين بو يري لكن إيمانكو إيمانك قلبكو كجرع أيا بورها كوينا بو يري ملائك بيهاين بشر بيهاين سده انكو انو شقيسنه او شقيسنه يه سده انكو ري ري ابدان او لين حيسي كبادن بي او لهاين لكن قلوبتو دوحا كوينه الهي با كوينه دين تا ايا كوينه آخرة دا ايا كوينه مالين مال مها كميدو نبي وارك جمع اصحاب تي كميدو مالي يكو فرد يمرك اي شقيسن ايا او دولا عدين يعني قصقص ليا مرقابو نبي قو كويري لو اكثرتم ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أراكم عنه يعني الموت هذا مع معان دميها حصوص جيسي شكدي سعد بطسن لهايدين بو نبي قولي قصل كاء نقو أركا يواتك مشغول لهايدين بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام هذه
asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innagoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagaba maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dunyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nagu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii berye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku usii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysata unbaad isoo dhiganaysoo iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la dul dhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu alaana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su'aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabrigu waa maxay waa saddexdaa su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii marka qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deenna way fadhiisinayaan qofka saddexdaa su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaani weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashar iyada adduunyada ku nool oo dhan saddexdaa su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayay ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay markaa qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu alladiina aamanuu bilqowli aththaabiti fi lxayaati اdunya wafi lakhira wayowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allahaynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaa su'aalood baa qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jadhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow tola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaaday maadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka gidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dubarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadkii ilaahay baa la arkayaa wamin aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo
noloshii geeridu waa calaamada ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo labiyo dhidigu waa calaamada jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamada ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qeyba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacgacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaad arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahdaa maxaad la ooyay waa ka qofkii gacan kama guyin lugna kama guyin dheg lagama goosan uu dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyay haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may seeaad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaaiq bay yidhahdeen culimmadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkaysoo dhan waxa weeyaan waa kal jasad weeyaan nidaamkan caalamkaoo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulqayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqo la lahaa su'aasha u horeysa marka la yidhaha mar rabbuka waxuu yihi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheraddaydu ima rabbaynay allah baa i rabbaynayay dukaanku ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayay beertu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayay dawladdu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayay xoluhu ima rabbaynay ilaahay baa i rabbaynayay anu kumaan noolayn waxaan adduunyada dulyaalla oo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddee makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaa ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baa noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan latareedkii baa ku noolahay latareedkii macaashkii may waa inaad tidhahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu aladii yucimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii waladii yumiitunii uma yuxyiinii wa usuul aliimaan usuul alcaqiida waa inuu qofku gartaa dawada aad isticmaalayso shifaadu lama socoto shifaadu xagga ilaahay bay ka timaadaa dukaankaagii meheraddaadan iyo suuqaagan waa asbaab weeyaan laakiin risqu xagga ilaahay buu ka imanayaa waa inaad garataa rabbigu waa allah weeyaan macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lilaah wa abgada lilaah wa acdaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliimaanu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahiya lilaahi u noolow taariikhu saxaaba ee ku taalla siiratu caliyi bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarizin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya cali baa u dhacay radiallaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya
وككعي علي صحابة دي واحد كويرة دين يا علي ما هذا وككعي بالغويري قال لمن أنك الدين وادولة قال لما يسي أديك أنك نوف وقوت فيه وارمارك وراء إلهي درتي بانودة قال لما يي هذا عرائي سوق الشيء بلو نفتي درتي دين أنودنا كبغي ويوري لله يد وحان قبن إلهي درتي بانو قبن عدا جعلان إلهي درتي بانو جعلان عدا نعي إلهي درتي بانو نعي وحن بحن إلهي درتي بانو بحن وحا خير شاق إلهي درتي بانو شاق خير كان دقيسن إلهي درتي بانو دقيسن وين عندك تقف دينية ودين دواي حكمين يسو سج سواش قبر وكوكو دبيرا توت رادو أنيك دين تدوا إسلام بركاس النبي كان محمد عليه الصلاة والسلام الله أركان أول أورن دونا محاوطة قانا شخص كان بركاس أمومي كيلي يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمن كمرق قبرك كجوابه أيا سمد الله قد واقي الله أورن دونا أن صدق عبدي أدون كي رمبو شاقي أفرشوه من الجنة فراش جنة لك سوقاده أقبلا والبسوه من الجنة در جنة لك سوقاده أحرا وافتحوا له بابا إلى الجنة الباب جنة وغفر جنة هلك أكدا وذيب الأورن يا دولكات كو عليسي ميت دولكات كو أصني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل قد كو أصلي وقل كدحدي سويا إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق سبع سماوات هل قد سقف مؤمنكم جنة سيكتا وليا سيدا إنكو بآلة دن يرهيم كأنا سنة موبيل كأي جابت أتكو حيثتين وفق أدوية هل قد قدن بيجوغ مقالي موقال هل قد أدوك داواني قارة أمريكا قف كي جوغي أي أدوك هل قد جوغ مقالي موقال أتكو وضحان ليسا مؤمن كقبرك دحدي سنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا إنوشة قويري قبرك دحدي لا طاق الله غفر يا هل قابو كارك يا جنة سيئ نعيم تسيح ورلعين تيس بركاس الله ورن دونا اسكسر اسكسر قبرك هو ماشي مؤمن كو كسر حلو ويا ما حا قبرك الله قد حسي حنا يا لأن جنة دحدي ذهور دا مجرت النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون بالنبي عليه الصلاة والسلام جريد دمشق هردو 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 وجريد ولا شيء أهل الجنة جنة حتى يقال نمس يحنا يا أبو رسول كويدي الدويدن مالتين والفوفي ومعاش كسب حلال كسب الشقي سن واد عبادي سن واد صوت دالي هبين كي بادير سيحن سدال كلا جاقب بهيو أهل الجنة محيين لس يحنين وحين لس يحنين وكوشة جيا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إلى هيوري أهل الجنة جنة حد أي قلا جنة دحدة دوح تعب ودال صوغار يا مجرتو جنة أي قلا نكو كبح يا ماها مرك ما بدال يا مول ولا يا مول بهار يا ما قبوب يا ما دمان يا ما بكون يا وحي تفن يا مجرتو وحي نيتك قبطان والله هرنك يا مرك واحد دالين يا أي أبا هذا نيني السحدة سدالك وقبحو ما بجرتبا مرك ما شبومك وقصحنا وقبرك ويا ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقيل هاي جل وعلا في سورة ياسين إنه الشيخ سورة أفوفة نابا إلى هايري إسرافيل ما سورة أفوفة يا دانا نلقى كالصبح دونا دانا حق إلى هاي ملوص أرين دونا مرقاس أقوف كمومك إيمانك لها وحاول يحي وما حيقوا لا يهدد نقصو كعي وانجفني وانوردني هردد محان نقصو كعي بولي مركو أرجع خلقي أو بنك قيامة سدى أسكون نحس على نوح ولا يحي ما أنت ومالنتي النبي دو أي نوية بوهين إلى حي الرسول شو إلى حي الرسول شيء سر رم بين نوشة كتير قلية ما أنت ومالنتي لا نوية بوهين يوم القيامة ويا مركا نلش الأدوية دو ومالني يا حبين نلش قبره وحبين نلش قيامه هنا ومالك لي نلش الأدوية دو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلى حين آية الليل آية النهار نرشد الدويدة أن كنا الله ومالني يا حبين مالنتين وفوفة إساء حبين كنا ونسان إساء وزيحان إساء قبرك هدين لقلنا وهل حبين ويا صبيحتها يوم المحشر وبرك يقول ومالك قيامها ويا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله أيدي. نعم الدوية انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يهبين قبرك هاتي اللي قدقنا وهبين كليا هبين كاسو نبي قنوش يقولي قبرك والله مدويا أما ورودة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بير بيرا جنة كميدا لوغدقا يا قال كينا وحا لوغدقا يا قد قدوت كنار كميدا لوغدقا يا لأن أهر دا وتدبات كيسنة الدوية أسود دالي أيا للي أي هلقا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لك بلابو إلى جوغدين نوحي الدوية بن آدم صومري عالم البرزخ بي كجرا إن وي هردا وإن سنيسا ووحا قبرك إباتك وكالك هايسا ورهم هايان وي هردا مالك قيامي صورة الله فوفو أم بقبرك كصبح دونا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشير لا إله إلا الله أهل كيك النقضة الله إنك أدونك قبرك مركي قلان ككليو بمايام مالك قيامها مركي صوبحان حسرد يندامي مرق مرق لي أركي مايام وحاد مودابو نبي قولي إنا نجيلون أركايو أيقو قبوره كصوبحي أعيد إنتيسكه القفين إليه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إله وحاكم مهدنا نحن انتي مروكتي أنك نقاضي ربي قي واكيدا فتاك فضنا إيه شكورك هاو إيا إيه أفعاش ونأكسن أبدو كل ما درالك كغن نقضي ويا لأنه صوبحي يوم القيامة مال انت سرجوك ويوم قرانك يوم بوشيك هبين مشيك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسيس هبين كدودون واكاسي قيامها مركو إلى هيك ورمايو ومالين ومالين وينهبين مالو ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلى هيك تبارك وتعالى يوم قاسنا قرانك إلى هيك نوغو الشيقي وكنتم كنو صندوق ابن عباس رضي الله عنهما مفسر قرانك وحكو فسروا يلي أفرت كنا صلى الله عليه جوجي توبان كنا صلى الحساب تقول ما ندون تقولي أفرت كنا صلى يا سيد الله تعلم دونا توبان كنا صلى الحساب تقول ما ندون نن عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقى سوري الله يبقى حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقى نكي عربي انتو سيجي استيبويري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك يا كود دارتي وان بدبال نبي بودي وان نبت قلبي بودي مرقى من نبي بودي سونه سيادو كن نبت قشي بو كيري بلي شك وعلوا كريم إلهي وكريم حدو دونو سكا يا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسي بودي وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم نبي من إنك إنك بدأ مجره هدو جرين أبو رسول كل أيهاي ربي قيب قيامه الله كل مدونة الدونك يا ربي قيب مالين تعيدوا عيدوا كلاف علي نيسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدك تو أجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدح دو أجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو أجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام ونار تا قاشا كسما يستبو نبي قولي قاشا كي يشا تمر جيحي دو صدقال عضو بحسان كولي نقطان تمر جيحي
ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جاه جاه تمر إني قارن هلين أبو نبي قولي ياي هذا كون أكسن أبو هذا كلمة دون أكسن أبو هذا سبحان الله وكلمة دون أكسن الحمد لله وكلمة دون أكسن أمر بالمعروف وكلمة دون أكسن ذكرك وكلمة دون أكسن استغفرت وكلمة دون أكسن لا إله إلا الله وكلمة دون أكسن ولا القاقة مسلم وخيرك أبو الشيطة وكلمة دون أكسن منكر كون مدى كريبت أنا وكلمة دون أكسن كلمة طيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرق النبي قولي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يولي النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سوح عشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درعة أو كبلا آنا أو مركز النبي قولي عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو الببارد سيبا كتالا واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقية دمر مالنتاس مال ازدحسعون يا هاو ازدحسعون يا قفق قفق كلمونا نهيقين مركز نبي قولي يا عائشة قفق قفق عكس عدم مالنتاس من نمبا من قبر با من نقبا ما بهيقى يا ابو رسول قولي هم بيقى مجرد قولي هورتي سواحات على النار دي جهنم قفقا عطاء السلمي رحمه الله نيكا الأورنجري وهو أن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صد سنبا لدي نيكا سدول كمويا نعير كمي ايجي مرقا سال لقولي مروق تن بدن وام حيبا لقولي ما دد كان وحي اوغان بغادوك اوغان تيبا لقولي دد كان نيكا وحبيك ما قليني تيدا نيكو أنك هلا يا وحن نيشيك يا الموت في عنقي قيري دي با قورت إيسورا والقبر بيتي هل كان لديك أنا والقبر قويا والقيامة موقفي ماشا اللي جوجني أنا وابنك قياما ويا وعلى الصراط طريقي وتد الله مرين دوننا وجدك الصراط ويا وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي كي وحي يقص من دوننا كما ورغ بيقول أنه انت سوى مرحلة نكا عيسو عيسو إساقو هادو قصلي حق قصلي بويري أنو تايداك ورغم يا بويري انت نولا هاي وهم بان الله شرفو دم يسم بويري ما أنت وأدويو بريت ولا وآخره ويا عمل كاغا الله دادا عيسى محاوضة محاوة أنو ما أنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدد قيامة مرق النبي قال كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سر جوجا أي وقت كيسن كر يا بي كتر من يقوى أي كر يا بي كتر كنت كنا صلى الله مرق أبو النبي قال يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله يا دوية دوشيد إله يكون سوى داعي والله فضيدين والله فضيدين صلاة فرد كإنت تكتاني لك بابنك قيام الله قد يقول انت تكون صلاة مغرب صد دقيقه لبيه توان دقيقه صدحه توان دقيقه مؤمن كإيمان كله يا دوية دوشيد جوغا كسهي قاتي يا إلهي تبارك وتعالى أكتي سوح سير دكتي يا آخرنا كسير حساب تمي يا تلابدو قاد يبا ايغا اخرديس هذا الكنتو كسو بخي قفقا مؤمنكا اخردو ايغا دقاليي سيتونن بخين اخردو ايغا ميشو مريو اخردو ايغيا ميشا انو سودا ما ميل اخرديده ايغا داوعايسبا مسو ميل اخرديده وخي ترايس هذا الكا ايغا سو بخايا ما هذا الاخرديده داوعايبا او ديب اي گيسنيا هدو توله مسو هذا الاخرديده كو بدادايو دقالهم بخينايو ما دقال آخر ذا إذا إكبا يبا أو آخر كبت بادا يبا أو ممل في عمو يقول دعيا مس آخر ذا إذا بود دقالها سيقا بحينا يا أو كقب صدائن تقوري قورتا مؤمن كو حساب تميا مؤمن كأدوية لدو شيدا إلهي كسو أدعي كسو عابدي سلاة داير فردك إنت أتكني إلا أكبا بانك قيام الله قد يقيا dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yak aakhirada qof gaaday horta la maxay ku ri aakhirada kugu sameeynaas noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxaad doonta ku hadli karimaysi waxaad doonta eegi karimaysi waxaad doonta cuni karimaysi sidaad doonta u noolaan karimaysi waayo
دارينك آخرة قلبك هدوك قلو دارينك آسا حمان تودن كاجو جنية ونا قدن قدر آي دارينك آسا قفك قبن آي قفك ينو معسية دو حقا قبن آي دارينك آس دارينك آسا هو إيمان ويا إيمان إلهي الرومي آخرنا الرومي إلهي الرومي آخرنا الرومي والله بعد النبي دو دتك يقوي يدي نبي كستو أدوك الله كيني أمد إلهي حقي سو قوي يدي آخر هذا الحق يقوي قوي يدي وها إلهي كأقر رأل نقول وإيماني عمل صالح وها آخر هذا دو كبت بعد السنة وإيماني عمل صالح مالن مال ما حكمدا ايا نبيغينو عليه الصلاه والسلام مغالده مدينه سومري وهو اركي مرغا صحابه قار كميدا اقل يرو عريشه مرغا اي ديسيين مرغا ابو نبي غور مخا هايسا وعيره اقل كم با سوير دوسيو والا تيرينينا يا والا ديسينا مرغا ابو نبي غور والله انا ما اركو الا ساعده كدغدغ بدن بوكي ساعده قيام لا كدغدغ بدن بوكي اذا تعال كدسيسا ملغي صوت افوفي واسرافيل عليه السلام ايا بوقي قاتب ورسول قد فوري تيبو قاتب لغهين او كلف ديي مركا سوسد او هايستا اذن ايو سوغيا اذن صحابة رسول قادل قا مركا مغلين وحايبا موديني ساعدو بري عيدا عيسو او هاد صورت اللقود دفان ايو مركا سيد اذن يا رسول الله محاني لانا نوشي مركا ابو نبي قلو حاتر اذن حسبنا الله ونعم الوكيل ده والله مركو آخر ذا كلاها الله يو مركو جنة ذا كلاها الله يو مركو نار ذا كلاها الله يو مركو قيامة ذا كلاها الله يو درينكو وحوها سواحة جنة ذا نار ذا هذا يأركي عن إشكوها يا إنك أنا مانتا ما شاء الله ددك مسلمين ذا درينكا سمانتا ونقو يريح إلا من رحم ربي مويانا لأن قلبك وسامو وقلبك ان القلوب لا تزدا كما يزدا الحديد اذا اصابه الماء برتا حديدك بيو وديت ابتا دخل بي كريبان بيو قلبك بلا هذا كنا دخل بو يا شا ها قلبك دخلينا يا وحنا دغيس قلبك سامينا يا وحنا دغيسن قلبك سامينا يا وحنا تكو هذا قلبك سامينا يا وحنا تفكر يا قلبك وسامينا يا وافرت القصه ودود قلبك بلا هذا كصوتو انا فرتاس افرتاس صابات القلب بعلماء دولا وعاد يكت قلبك غلا وعاد كو هادش قلبك غلا وعاد كفكرت قلبك غلا وعاد دغيسه قلبك غلا قلبك دخل كم حال لك غبيا لا بشي بعلماء دولا لا بشي بقلبك دخل لك غبيا قران اخر اسكي سو الله بديو يا آخر ذو إنت بدل لا شك شك الله عز وجل لا شك أي لا بد أن تمني نقولي مسوي نقول بدني يا قرآن كآخر سكي سينو نقول يا رادي آخر ذا شك هذا دينو نقول يا رادي بل شك هذا آخر ذا صحابة مسكين كنت كقالام بسوق آخر ذا كجش شك سينين دتك مسلمين ده زمن كن جوعنا شك هذا دويل إنت كسوق قالام دي بدأ أي مسكين كده هذا كهنا يا اسبدل كنو دعايا سوق مساجد سوق المسلمين كم صلى الله عليه وعلى ابن ابي طالب سوق المسلمين اسواق المسلمين تو واسد مساجد او كلا ويان سد مساجد اله لو وينينايو ايا زمك النبي سوق اله لو وينينايي سد مسجد كدحدي سيره لو عاصيينن ايا سوق غين اله لو دحاسيين إنك أنا زمن كنا نمانتا شيء كذي دبادة ثالي أيا لقى يا أبا إن لك أنا مسكين كي بدو هيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسكين كي تحديس بيلح كي يبو هنا يا مرجع أبو النبي يقول إلهي كوم السوء اللي يبو كي هذا دارك تام أبو النبي يقول نن مسكين كي تحديس بيلح يا بعدي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوم السوء اللي يد هذا هذا دارك تانا نن مسجد يا دحدي سجناسي يا تجارة كده سمينا ينا وعاتر على الإله كوما بركة يا دحدا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيبا لورد سيبا رسول كيوري
نلاش مساجد تعلم علم دلیهین آیا لرباین دیبت الله ساره نلاش دیبت تعلا مسکی کن لکن ما عهدی نبی علیه السلام یا عهدی صحابه دا داد که مسلمین تو نلاش مسجد که ایکو هست آیا دیبت اول به حال کن ایلهای به کعب بگن دیبت نیلهای به کعب بگن حال کن ایلهای به کو امنن دیبت نیلهای به کو امنن حال کن آخرت کوی نیین دیبت آخرت کوی نیین و الله سیرت کو تلا عمر بن خطاب سوق مدنی تو قلب اورنج ری حال کن این فریسیا ایلهای سعد هر رومین کالای عبدالله بن عمر این توی ما تو طفل بکو اورنج ری این ماری رعب اورنج ری حقیقت نا سوق تگنا سوق أيوب سوق حياة هذا أنا مالك قالوا لي نمر الراع هذا أنا مالك سدحات قالوا لي الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سوق مرقى نرجع سمرق سوق كحل علي وكحل علي بوكيل يا ابن عمر سوق وانا قيس مالي والبا بدا عدنا كما سوى يبسط بدا عدنا وما يبقيس بدا عدنا ما سوى بايع ما لا هذا تقول فرديانا نما فريسي ورحال کنن نفری سی بود حال کن نوشش که بکی ورحال کن دین دنگو بر شکایت صحابه دو دین بیه مرگ ابن عمر باقیه وره کاغن علاش بورن لی اینما نقد من اجل السلام و حنوک الله اینا وحیان داد که اینا سلام نو منوک الله اینا بکی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته منوک الله اینا و دعویان دعاء منوک الله اینا مسلمین دانو دعاین اینا یا گرو اینا دعاین اینا بقول قفانو دعائنا بقول كاسوا إنه جواب يا الودع لقى يا بقول كأولياء إلهي أنت كنا جرتوا إن الله يدعو هذا النوع قبل صلاة المسلمين تلسي ومع صلاة السلام عليكم نبت قليد إلهي يا نحاريس إلهي يا بركات إلهي كركا هذا كي كلا مسلم كواح كلاي هاي أديكنا نحاريس نبت قليد إلهي يا نحاريس إلهي يا بركات إلهي كرك هذا بقوله يا سلام تا سلام سوك الله هينا بقول قف سلام هينا لو بقول قف سلام تا أمة سلام هينا وينو جواب يا وهاي قرنا يا صحابة إن سلام تا مسلمين تا على الدحمر إلى هاي إن تو أقبلوا إن النبض هلا أو نحريس دي هلا أو بركة دينا هلا إنكم بعاش كيو بدعات يا دوا الله كل الله مويا نسونا نبي الله كل الله يلقون ولا نعمر داسنا ما أنت سلام تا سالگو در گیا علی بن ابی طالب بن نوی مدو کیری صاحب العیال بانهای معیشتی بایگو اتکات مرکز لعله که تنام و بعد سلام الفجر بکید ملها سلام فجر کدی بایات صحت ها بکید مرکز می مسح لعله که تمشی امام من هو اکبر من کسن بکید ملها قف که اد اوی مرکز لصعتو آیا هر سعوت آب بکی؟ هدنا هر مرتا مرگا سوری می هدنا مرگا دعای سنی سید ملگای آبای نالما داده والد الله هدی میذاره آن دوی دین مرگا سور ها مرگا مرتا ارزاق دا کاره دواتا س لما دو والد دعای دکو در مورد ارزاق دو کوفر میه میل های نکوی کوه مکه یک نه یا می سلامت داد که ای سلام ایا به رزق کد حرکیه والد که دعایی سود دعایی به رزق کد حرکیه استغفار تای بدن ایا به رزق کد حرکیه سلامت دو حدا ای تو کری به رزق کد حرکیه سلامت دو حدا عهدی نبی جن علی سلامت و سلام و حد موده ایش سلامت جمع این تو کری مسکی زحمت ای عیدی کد حرکیه دين تن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعلته نو قبل أبطه بل إلهي دين تن وحي نو سيي إن أنا دون كان آخر أن كدر كل باب بركة نورش أنا دوية دين تن هاي سنة وفرصة يا يعني نضيعنا أدوية الدين هكا قادر نو دين تن أساس كي هو إيمان يقين ويان يقين إيمان هو محي إلهي الرومي يقين تنو محي آخرتها كله وينات والله هذا آخره إن لو ويناتو دخن كنا توصي ورزقنا حلال نكون ومجتمع عدم بس بدلي وايو لأن مجتمع واحد نكون مجتمع آخره كحساب تبعي
sidii labadii nin ee xadiiska nabigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay marka khasna dahaba marka uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaabu uu keenu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yidhi markaasuna may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iska le iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaale iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaale isii weyaan tan waxa ku dagaalamayn dhulkan anigaale gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baas ku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaale iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan mali anugu yahay lacagta intan leeg anu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kanaale ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa daada zamankan laga yaabay inay odhan lahayeen xoolaha dawladda ala iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska la iska keena alka ka baxay inuu kuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo daymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi 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 ilaahay soo diray iyo adduunya meelba wada marta buu ka yidhi markaasa dee annakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan i raacay meesaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa lihi nebigii ayaan darada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galo wala naga dhici habeenan ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cunto haynoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegi waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midid halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga buu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayagana usoo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadii buu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkeegu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waryaada buu nebigu nebi maxamed uu ina leeyahay dhiga jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagii hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaan oo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degtay ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuhmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka mid u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad abuu dhar alkhifaari u geey
هدو لعقتا أبو در هدو لعقتا كاقاتنا حرباتا يبو كير حر وانكو حري أبو در نمركا مقالا مدينة دبدا دو دقنا ربدا ملايدا وعثمان بن عفان باقول هالكا أقو رضو ويوانين زايد أبوها قرنك نبي قد مدائل جوغ سوق دادك تابعين تدين تقصو قدالتا بكيم دي أدوية دي لأي مادين ودن نقول نفين يا سوق درك نبي محمد وكاكت تيبو ستاولي عريش نبي محمد وكوغان وقلا عمتدي عهد نبي قد نبي قد لعوني يلي ولي وعنا يا سوق أبو در الغفاري رضي الله عنه مرقا نيكي أبدوك على عكتي والله سوء أرضي ماشا ما سوء ديك نبا العكدي دي كرا صلى الله عليه وسلم ما نبا العكدي دي هاسك جعلنا او يمدي او السلامي وعلى ميركي مؤمنين تا عثمان با سلام كاقا سيدا وانكا قالي بلورا نساقا كورا دار الخلافة كورا مسجد نبيقا كورا مسلمين تحلقوقا كورا مركوقا ورمي ayu ila aqtana wi soo dhiibo wuxuu yiri abu dar u geel aqtaas markaas uu maxaa ka dhiga uuri de haw kal meesta adweediisa markaas uu ku celiyo waxaad ka tiraada anigu uma baahniyay cid iga baahi badan ba madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yaryahay maanta zamankan way waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanay may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa daboolaya xajaadkeeda ilaahay baa yuquminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa yahay cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisa aan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaab war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedo inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu cusma hadduu abu dar lacagta kaa qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal addoonnimada ha ka baxe ixoreeyo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo أحد دون تأخر مركز سلوري قاد وين حريص معاك وقلنا حريص تا حتى العك تا يقال قاد طوال حروبي بوكيد وعقول أبو درد جيس هذا البوكيد أك حتى هذا هو قاد هذا العك تا أنك قاد أتكو حروبي سو أنا أحد دون بكون نقول يا بودي مركز هالك هذا أتكب حدا هنا أنا نقله ما جعل بوكيد أنا أحد دون حر أنا هاي بود حر بس oo ya nigi lacagta isagoo uu Cusmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad ugu lahayd haduu lacagta ka qaato xurba tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin aad iyo u jeedo maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyada maanta adduunyadii na fuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii baa na fuushay maanta waa ka tugan kari laana diintii baa ka baran kari laana diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haystaa waxayna haystaa waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inay inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tagay bay adduunyada ku leedahay لما نعيا الدويدا كاش كاش قيسن لو غمنه كاش قيسو حلال مر نقو لكن waxaa ogaata adduyadani waa balaaq aakhira ku gaad mooyane iyada ha ka dhigan hadafkaagi aakhira dayn kaalo weynaan Usmaan bin Affan Allah raali ka noqde nimba nabigu yimid oo yiri gabadh baa laysiyay waxan ku aqal galan ama haysto Usmaan u tagbukeey marka uu yimid Cusmaan bin Affan wuxuu arkay Cusmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan fayruuskan maxaa u baqtiin weydii markaas ninkiiba uu yaabo wuxuu yiri ninka khaadimkiisa ku haysta fayruuskan maxaa u damin weydii
may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad carosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yidhi iska kacay isma baa ninku yeeray war kaale kaale xagga u socotaa wallaahi dee waxaan u socday war kale ahayd war kale aad meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ay ka soo diray buu sallallahu calayhi wasallam yidhi cusmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa uu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaa ka qaad buu nebigu ugu yidhi dee maxaad u kacday bood ugu sheegu weyday dee waxaan arkaya ninkaaga fayrus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi fayrus baad ku dagaalamaysa ood ku haysataa qadimkaagiiyo wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuskaas faynuuska halkaa iska shidmaayay shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay siraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meeshay ilaahay u diidayna xoolahooga ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiya lagu dhisay diin iyo alla kacabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhisay looga dhigay muslimku waa war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci waashiraa cilmi albayci waashiraa culimmada kaana iyo weydii cusmaan cumar bnu khataab suuqa madiine intuu galu odhan jiray laa yabic fii suuqinaa haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqa yaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjiidka nebiga intuu tegay cilmi albayci waashiraa culimmada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowday jayn iyo taylan baa laga wada duulay habrihii baa socdo kula jaynha u socotaa xaggeen u soconaa war muumin waxaa la doonaya inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyo inay adduyada ku seejin adduyadana waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadanno oo diinteenna aan baranno oo diinteenna aan ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamasik bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zaman uu nebi maxamed sii sheegay 1400 oo sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshada bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahdaa maanta sunnaha nebiga ku faraaday way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yaraya mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diintana usoo noqono oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikirayo war dadaalka diineed ee maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesan insha allah dhahda taa ma guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baa noqonaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyey ummadda ku anfacay kii cilmi lahaa cilmiga ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaalo ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimada ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahaddiisu ummadda wax ku taray cusmaan bnu cafaan cumar buu nebigu u diray cumar buu nebigu u diray maka markii sulxa alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu ihi aniga may buu ihi cusmaan baa ku munaasiba buu ihi cusmaan cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag
خالد بن وليد جيس نمر يرجع نمر ولاها أمد واحد كتراي ما أنتوا سوى إسلامه بون نبيك سيفت أو كيني سيفت نيجا قبب وديلا يد بيدا في ويدي ما هكا قادا سيفت إيشة إنت أصل مسلمين كل أيه بوكي كا قادة ماية إنت مسلمين كل أيه سي إن كبرن إن العدو إله كل أيه ساك هاجر رجينة قادة بود سيفت إله دين دسوق جاه والله رجع نمر يبقى هكا قال الله بديله بس كي عالم كها علمك ما تكو أفعي كي دخل لها دخل يسوع ما تكو أفعي زمن كي النبي جن عليه الصلاة والسلام وحول النبي قد ياري أمة نول بسلاح يد كجرتا لا استعمال يدين تدلك مركا إنكنا كل جن إن شاء الله تعالى خير باي نجم وغدا خير جعل باي نجم وغدا ده إن شاء الله تدلك دين تا دين عكس تبا تدلك دين توليه والله وان رندان النشاجي معلنك القرآن كذلك يد ذلك الدين تغيب ديسي بكايا شيخ مسائل كدرسك أمد مرنا يا ذلك الدين تغيب ديسي بكايا جمع عدد إله درت وسعدا قيب تودي بالدين تكايا محسن كا رقاليه سمساجيد إمدارست كل سايا دين تغيب ديسي بكايا وفك مسلم الدين تنتو كقادة كرا وكقادة كرا واعتصموا بحبل الله جمع بالشيء جمع هل نكست مسلما دين تاسي وحواضو قبان كرتاي ورو قبو كلمة دون أكسب ونبي قلوا صدقة كلمة دون أكسب دريقة مسلمين تو أيمران نكي كقو يجيت كبو نبي قلوا يريها جنة دو قلائم ورسول كبير جنة دو أكوار كبير هوين ايدي مسجد النبي قمر قال لك در ايمان ايسي اي كقاد ايسي مارك تاني واحد مسجد النبي قد اعطي كقاد ايسي مارك ايمتين والله قريب النبي قال لهم الشيء إنه والله عصي بركة النبي يقول الجنة أكو أركي يقول الجنة أكو أركي جنة أكو أركي ما هذا يقول الشيء يقول إذا النبي يقول خير كبير يا رئيس ملة بركة وأنا نقول دريجي إن شاء الله تعالى وحيونا يا خير صوت أحمرنا إلهي بصوت أحمرية أنا قال الميزان كحسنات قال الله يسارو إخلاص قال الله نود الزيادة يو ان علماء دان سوده ويسنا وحلنا جزاكم الله خير شيخ محمد وحلنا برقيسان مرتكم هي وان دغنها اه يا دغنها ما شاء الله عيال غرير كي ودن با جوغا مركا الله نغا ودرال نغد كلين هذا صلى الله على سيدنا محمد بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا تعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على